السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ زلير، في هذه السيسيا إن شاء الله اللي غتكون قبل الامتحان الوطني، غنشوف فيها يعني شنو هما لي كيستيون اللي كيتحطوا بشكل كبير في الامتحان الوطني او نيفو دو ليكونومي جينيرال. غنبداو شابيتغ باغ شابيتغ، غنشوفوا كل شابيتغ شنو هما لي كيستيون اللي ديما تيتعاودوا في الامتحان الوطني. غنبداو اليوم بلو شابيتغ ديال لو مارشي. بالنسبة للو مارشي، لي كيستيون اللي خصك تضبط قبل ما تمشي للامتحان الوطني، خصك تكون عارف لي تيب دو مارشي سولون لوبجي. كنعرفوا ان لي تيب دو مارشي سولون لوبجي كاين عندنا مارشي دو بيان اي سيرفيس، مارشي دو ترافاي، مارشي دو شونج، مارشي دو كابيتو. هادو هما الانواع ديال المارشي سولون لوبجي، مع العلم ان مارشي دو كابيتو كاين قسم لجوج، يعني كاين مارشي مونيتير والمارشي فينانسي. ولكن تل الجواب ديالك او نيفو دو ليكزامينسيون، حتى لو جاوتي انه مارشي دو كابيتو، راه كيعتبروا لك جواب صحيح. بالنسبه للكيستيون اللي كتعاود بشكل كبير، كاين لا كيستيون ديال لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. كيفاش كتجي هاد لا كيستيون؟ كيقول لك مونطري اسكو لا لوا دو لوفر اي لا دوموند اي فيريفي. مونطري كو لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند اي فيريفي ولا ني با فيريفي. على حساب شنو عندك هنايا؟ كيطرح عندك جوج الحالات، يا اما كتلقى لا دوموند كبر من لوفر، وهنا خص تكون عندك نتيجه، النتيجه ديال هاد l'augmentation de la demande par rapport à l'offre, c'est ce qu'on a dit, il y a l'augmentation des prix. Et le cas de l'Ukraine, Radoul, la loi de l'offre et de la demande est vérifiée, car l'augmentation des prix résulte d'un excès de la demande par rapport à l'offre. بالنسبه الى كانت الحاله الثانيه اللي فيها لا دوموند صغر من لوفر، يعني لوفر كبر من لا دوموند، والنتيجه خاصها تكون عندك اون بيس ديال لي بري. والجواب الى لقيتي هذه الحاله في الدوكيمون، الجواب هو ان لا لوا دو لوفر اي دو دوموند اي فيريفيي، كار لا بيس دي بري ريزولت دان اكسي دو لوفر بارابور ا لا دوموند. هذه لا كيسيون ديال لا لوا دو لوفر اي دو دوموند. وبيان سور لقيتي في الدوكيمون كيتحدوا لك على كيتحدثوا على المونوبول او لا l'oligopole de pays, rare la loi de l'offre et de la demande, mais qu'est-ce que je veux dire? Donc, là, qu'est-ce que vous n'avez pas vérifié, l'est l'existence de ce qu'on appelle la concurrence imparfaite, l'IA, l'oligopole de pays et le monopole. بالنسبة la question, les que tu as dit, les que je suis كبير, في امتحان الوطني متعلق بالمارشي، كاين عندنا لي ريجيم دو مارشي. كنعرفوا ان لي ريجيم دو مارشي عندنا اللي كيهمونا بزاف هما المونوبول، لوليغوبول، ولا كونكورونس بور اي بارفي. سير كاين لا كونكورونس مونوبوليستيك، ولكن ما كتحطش بشكل كبير في الامتحان الوطني. دوك نتوما عندكم المونوبول، كنعرفوا ان المونوبول كيمتاز يعني بالوجود ديال ان سول اوفرور اي بليزيور دوموندور، بحال لو كا ديال كوزيمار او نيفو ديال لو ماروك. بالنسبة للمونوبول، راه كنقولوا المونوبولور إلي فوزور دو بري، يعني هو اللي كيتحدد الثمن، لأن كاين هو بوحدو في المارشي، دونك سي لوي كي فيكس دو بري. بالنسبة للأوليغوبول، كاين عندنا جوج ديال الأوليغوبول، الأوليغوبول أنواع ديال الأوليغوبول، كاين عندنا الأوليغوبول دو غير إي الأوليغوبول دو بي. الأوليغوبول دو غير يعني هنا كيكون بحال الشكل ديال المنافسة، يعني هذوك الشركات واخا قليلة في المارشي راها كتنافس فيما بعدها. بالنسبه للاوليغوبول دو بي راه بحالو بحال المونوبول، يعني كيديسيدي هما بجوج كاملين دوك الشركات اللي كاين في المارشي، كيفيكسيو البري اللي بغاو هما، دونك كيشبه المونوبول من حيث البوفوار ديال لونتربريز في لو مارشي. بالنسبه للكونكورونس بيغ بارفيت، هنايا لونتربريز ما عندها حتى شي بوفوار انها تفيكسي لو بري. علاش؟ لان البري الي دوني باغ لو مارشي. هنا كنقولو لونتربريز الي بروناز دو بري، l'entreprise ماشي هي اللي كتحدد لو بري، وانما من خلال لو جو دو لوفر اي دو لا دوموند كيتحدد لو بري دو مارشي، و لونتربريز كتاخذ هذاك لو بري دو مارشي. سيرت كاين دي كونديسيون اللي كيتحطوا بالنسبه للكونكورونس بيور بارفيت، اللي هي لاتوميسيتي، لوموجينيتي، ترانسبارونس، فلويديتي اي لا موبيليتي. هادو ان شاء الله غنتعرفوا عليهم في لي سيونس الماجين. دونك هادو لي كيسيون اللي كيتحطوا بشكل كبير في الامتحان الوطني، وضروري خاصك يعني تضبطهم قبل ما تمشي الامتحان الوطني. كاين واحد لا كيسيون اخرى اللي كيقول لك كاركتيريزي لي كومبوزون دو مارشي، نسيتها كنت غننساها. كاين كاركتيريزي لي كومبوزون دو مارشي، يعني كيفاش كاركتيريزي؟ يعني انت كتعطي مميزات او الخصائص ديال لي كومبوزون دو مارشي. شنو هما لي كومبوزون دو مارشي؟ هي لوفر، لا دوموند، اي لو بري. يعني كتعطي معلومات من النص متعلقين بلوفر، متعلقين بلا دوموند، متعلقين بلو بري. وان شاء الله غنشوفوا كيفاش هاد لا كاركتيريزاسيون ديال لي كومبوزون دو مارشي، غنشوفوها ان شاء الله في حلقات مقبله.
كنتمنى تكون هذا لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بارطاجيوها لو ماكسيموم بوسيبل افيك فو زامي، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.